نبحث داونلود ادوبي اير اس دي كي. ماشي ادوبي اير اس دي كي. احنا عاوزين هلا ننزل اللي هي المكتبه الاخيره المحدثه من ادوبي اير الخاصه بالاندرويد. طبعا هي بتشتغل للاي او اس وبتشتغل للديسكتوب. الهدف من التحديث هذا اللي بدنا نعمله انه اي تحديثات على نظام الاندرويد بتنزل المفروض احنا نحدث الابلكيشن تاعنا. خلي بالكم هذه في الها فائده اكبر من هيك كمان. لو انا ما حدثتش التطبيق بتاعي حاليا انه جزء من السوق مش حيقدروا ينزلوا التطبيق، يعني في الاجهزه الحديثه اللي عليها انظمه حديثه من الاندرويد لما يجي ينزلوا التطبيق بتاعنا لانه قديم فمش حيرضى يشتغل عندهم. فبالتالي انا لازم كل فتره يعني كل مدة معينة أحدث كل التطبيقات اللي عندي علشان ينزل عليها آخر التحديثات التي تتناسب مع الأنظمة الجديدة للأندرويد، بحيث إنه إحنا لما نعمل تطبيق التطبيق هذا يشتغل على كل الأجهزة جميع الأجهزة. وهذه طبعا يعني من الأساسيات في الماركتينج في التسويق، إن أنا المفروض أراعي في أي منتج أنتجه وكل المستخدمين يقدروا يستخدموا المنتج بتاعي. طيب بعد ما نفتح البحث داونلود أدوبي إير إس دي كي حنلاقي إنه في داونلود أدوبي إير إس دي كي، الملف كبير. هاي لما نفتح الرابط هذا هيطلع عندنا داونلود للويندوز وفي للماك. إحنا اللي عندنا ويندوز فالمفروض ننزل النسخة هذه. النسخة طبعا كبيرة، أنا نزلتها هي حجمها هيو 225 ميجا. أنتم ما تنزلوهاش، أنسخ لكم إياها على الشبكة. هي كنترول سي، هي كنترول في، هي على الشبكة. أخذوها من الشبكة وعشان نشتغل مع بعض كيف نركبها مع بعض. طيب هلقيته هو خلص نسخ. الآن هذا الملف اللي وصل عندنا هذا بدنا نسحبه ونحطه على سطح المكتب. هاي مثلا ايش؟ نسخ على سطح المكتب، بدنا نروح ننقله وننسخه هنا نلصق. بعد هيك حنفكه وحناخذ النسخة المفكوكة هذه ونحطها، أو حتى من غير ما نفكه احنا بدنا نحطه في مكان يكون ثابت حتى يفضل ما نحطوش على سطح المكتب. يعني انا هاي الملف عندي نازل في التنزيلات، هاي بدي اخذ كنترول اكس واروح على السي، ناخذ الملف كنترول سي ونروح على السي، ننسخ ونعمل نسخ. يعني ممكن باليمين عليه، باليمين نسخ، نروح على القرص سي. في عندنا بروجرام فايلز، بعدين ادوبي، هاي ادوبي انيميت. خلينا نلصقه في المكان هذا، هاي باليمين لصق. بده يجب توفر اذن المسؤول تخطي رئيس هاي متابعة. ماشي، هاي دبس. يعني خلينا نخليه على سطح المكتب. ها هاي متابعة، أيوة. هاي المجلد او هاي الملف عندنا على سطح المكتب. اذا كان في مشكله في الصلاحيات فبنيجي على سطح المكتب بنفكه على سطح المكتب وبعدين بناخده على السي جوا.
احنا مش ملزمين نحطه على سي من زوم، بس انا بدي اياكم تحطوه في مكان يكون امن، يعني ما يجيش حدا يحذف المزلج ده. فاولى وافضل مكان نحطه مع برنامج الانيميت نفسه في مجلد الانيميت. هاي المجلد فكيته، نفس المجلد كنترول اكس، برجع مره ثانيه على الانيميت وباليمين لصق. هاي متابعه. غالبا في الجهاز الشخصي مش حتلاقوا مشاكل الصلاحيات هذه، انما احنا عشان شغالين على اجهزه شبكه في صلاحيات محدوده بتكون. النسخه اللي موجوده عندنا هي 23، ويفضل انه ناخذ الرقم هذا، هذا الرقم، وننسخ هذا الرقم المفروض في اسم الاسلكي، يعني خلينا نسمي هذه زي هيك عشان اعرف النسخه بتاعتها، يعني المجلد اللي انا نسخته ايش نسخته يوم ما جبته، عشان نعرف النسخه اللي احنا شغالين عليها. شايفين انا عملت له رينيم. طيب هنيت خلينا نروح على برنامج الانيميت، نفتح برنامج الانيميت مره ثانيه نرجع له. وهي في عنا قائمة اسمها هل، نفتح هل، بعدين مانج ادوبي اير اس دي كي. في عنا زر هنا بيتضح شكله زي الزائد، وهو اد نيو اس دي كي، نضغط عليه، بعدين بنروح على السي، على بروجرام فايلز، على نفس المكان اللي نسخنا فيه المجلد، ادوبي، ادوبي انيميت، وهي المجلد بتاعنا، ونقول له سيلكت فولدر، اختيار المجلد. المفروض تكون ظهرت عندنا اللي هي النسخه الجديده هذه، حتى هي كتب رقم الفيرجن، شايفين رقم الفيرجن؟ واضح. بعدين لازم اوكي، لازم اوكي، هي اوكي. المفروض لما نفتح الليست هذه نشوف الجديد، النسخة الجديدة اللي نزلناها المفروض تظهر عندنا في المكان هذا. ماشي، بالتالي الآن احنا المفروض نحول على آخر نسخة صرنا نستخدمها، يعني بدل ما كنا مختارين اير 20 عليها تصير اير 23.